الطلاب الأعزاء، أنا بيتهار يلدز، محاضرة ورئيسة قسم برنامج تصميم الأزياء في جامعة نيشانتاشي. تعتبر أنشطة التعليم والتدريب في برنامجنا ذات جودة مطلوبة في عالم صناعة الأزياء والملابس، إذ وبأخذ تصميم الملابس بعين الاعتبار يتم نقل جميع الخبرات النظرية والعلمية من الناحية الفنية والتقنية إلى الطالب. في هذا السياق نقدم العديد من الدروس طوال العام الدراسي، مثل تعليم الفن الأساسي وأشكال الموضة وإعداد الأنماط وتصميم الملابس الشخصية واللف وتصميم الملابس بمساعدة الكمبيوتر. جميع الأكاديميين الذين يقومون بتدريس النظري والعملي هم خبراء في مجالاتهم وأصحاب رؤية وعلى دراية بالتطورات الحالية. نوفر الفرصة لطلابنا لتجربة خطوات عملية تصميم الملابس بشكل مباشر وعلمي من خلال تنفيذ المشاريع التي سنجريها في دوراتنا التطبيقية في ورشاتنا مع معدات مجهزة تقنياً، ثم نقوم في نهاية الفترة بإعداد معارض مع طلابنا. بالإضافة إلى ذلك ننظم ورش عمل ومقابلات في جامعتنا، ونجمع الشركات الرائدة في صناعة الملابس مع الطلاب، ونقدم فرص التدريب وفرص العمل وفقاً لاهتماماتكم الخاصة. يمكنك العمل في مجالات مختلفة من الصناعة، مثل مصمم أزياء ومصمم موضة ومفصل أزياء ومزين للأزياء ومستشار أزياء ومروج مرئي، أو يمكنك إنشاء علامة تجارية خاصة بك. جامعة نيشانتاشي صاحبة 124 مختبرا علميا تطبيقي، تعتبر من بين أكبر مراكز البحث ومراكز المحاكاة وورشات عمل التي تم إعدادها بأحدث التقنيات والمختبرات والتطبيقات في تركيا، لكي تكسب الخبرة في هذا القطاع للطلاب قبل تخرجهم. لهذا السبب نخطط لجميع الدروس في برنامج تصميم الأزياء لتكون موجهة نحو التطبيق. اختار طلابنا جامعة نيشانتاشي ليس للحصول على شهادة فقط، بل ومع رؤية تعليم الخمس نقاط في الحرم 1453 نيوتك الجامعي التكنولوجي، سيواصلون حياتهم التعليمية مع نظام تعليمي يهدف إلى اكتساب الكفاءة والمهنية والتدريب والتفكير والإنتاج الفكري. يتم إعطاء الطلاب المنح الدراسية دون انقطاع حتى تخرجهم من الجامعة. كذلك يتم تقديم الدورات المجانية في اختبار الانتقال العمودي TJC واختبار اختيار الموظفين KBSS. يمكن لجامعتنا التواصل مع الشركات الرائدة في تركيا للتعاون مع قطاع الأعمال واكتساب الخبرة والحصول على إمكانية فرص عمل وتدريب كأولوية. في الحرم الجامعي نيوتك يتم تقديم مرافق اجتماعية غنية ويتم توفيرها لتكون متعددة الاستخدامات. بالإضافة إلى ذلك يتوفر داخل بناء جامعتنا مكتب نيشينوفا للريادة، وهو مركز حضانة مبكرة يمد طلابنا بالموارد التي يحتاجونها من خلال تطوير مناطق عمل مشتركة، بحيث يمكن لطلابنا الحصول على أفكار يمكن تحويلها إلى عمل أو مشروع. يستفيد طلاب جامعة نيشانتاشي من المنح الدراسية حتى تخرجهم بغض النظر عن معدلاتهم الدراسية. تدعم جامعة نيشانتاشي طلابها بشهادتين إجباريتين في كل فصل دراسي، بحيث يمكن للطلاب الخريجين أن يكونوا من بين الأفراد ذوي الخبرة والاستعدادات التي يبحث عنها عالم الأعمال. كذا من المكتب الدولي تتاح لطلابنا فرصة دراسة وتدريب في الخارج، ويمكن للطلاب إكمال تعليمهم التحضيري للغة الإنجليزية في معاهد جامعة نيشانتاشي في لندن أو دوبلن بهدف تحسين لغاتهم الأجنبية. ننتظر جميع الطلاب المرشحين الذين يرغبون في دراسة برنامج تصميم الأزياء في جامعة نيشانتاشي.